يعني شركة بترا تأسست لإيجاد حلول هندسية أصلاً أكثر منها للتصنيع، وكان الهدف منها إنتاج معدات تكييف لحلول خاصة بالتطبيقات الصناعية والتطبيقات الـ demanding application. في 86 والدي كان ضد الفكرة، عائلتي حتى خايفة من مجرد الايديا، بس أنا الحقيقة كنت يعني شايف where I am heading. فأنا بتذكر وأنا وصغير كنت أجي معه أول ما بلشت تيجي الماشينري للمصنع، وكيف كان يعني الناس مش عارفة تتعامل مع الإشي لأنه فيش صناعة كان بالأردن بهذا من هذا النوع في هذاك الوقت. كانت إلنا خطة أنه نبلش في سوق العراق أولاً وبعدين نروح على الخليج بالتتالي، يعني نبني تواجدنا فيها. فركزنا على العراق وبلشت تمشي أمورنا، فصارت الحرب الخليج. شركة عليها طبعاً مسؤوليات تجاه الأفراد وتجاه البنوك، فصار التفكير أن لازم نلاقي أسواق جديدة ونصدر على أسواق جديدة. بعدين اتجهنا للخليج اللي هي الإمارات أولاً والسعودية والكويت، وبلشنا نبيع في إنجلترا، في إسبانيا، في ألمانيا، وكانت قاعدة لبداية العمل عندنا. وكان تطلعنا أنه بهمنا ندخل السوق الأمريكي لأنه هو أكبر سوق في العالم للتكييف. قعدنا يمكن 12 سنة نعرض في أمريكا لغاية ما جمعنا فكرة كويسة على أنه نقدر نبلش ندخل السوق الأمريكي. كانت هاي يعني خلنا نقول مايلستون لبترا، كيف تقدر أنها تدخل للسوق الأمريكي، لأنه السوق الأمريكي له متطلبات كتير وتفاصيل كتير. فأمريكا الحمد لله is a good market for us and it keeps growing. يعني العمل اللي عملناه في بترا حاليا يعني قيمته بتكبر باستمراريته وأثره بكبر باستمراريته، سواء من ناحية الناس اللي بيشتغلوا في الشركة أو حتى المنطقة كلها اللي قاعدين فيها. خططنا المستقبلية إنه الأسواق اللي إحنا دخلنا فيها نكبرها، وبالإضافة إلى ذلك ندخل في أسواق جديدة، والأشياء اللي إحنا بدنا نبني عليها توسعنا إنه نستمر بنفس النهج من ناحية إعطاء البرودكت المطلوب بالمواصفات المطلوبة في الوقت المطلوب.